وصفات عنا مثلا يعني في برامج الى الاستاذ اللي دير الدرس هنايا في السبوره كيتابع التلاميذ واخا هما في ديالهم على المباشر يعني بحال الى كاينين واخا الاستاذ هنايا ولكن كيشوف يعني التلاميذ الاخرين معاه في الابليكاسيون بحال الى جالسين في يعني سهوله التواصل معهم. المبادرة تهدف إلى توزيع لوحات رقمية لفائدة تلاميذ العلم القروي وبالضبط مجموعة مدارس تغيير نيلمشان تابعة ترابيا لجماعة تغزوت نيتعطا إقليم تنغير. الهدف منها هو متابعة الدروس للتلاميذ عن بعد. الكيفية ديال التوزيع بأنه بالنسبة للمدرسة التغيير نيلمشان تتوفر على 52 تلميذ، استطعنا باش نوفروا 32 لوحة رقمية، و 30 لوحة رقمية استطعنا باش نديروا الاكتفاء، لأن هناك أسر تتكون من 4 أشخاص، 4 تلاميذ أو 3 تلاميذ، يعني كيخدموا بلوحة واحدة، يعني الأهم حاجة هو وصلنا لهم التعليم عن بعد. كما أن الجمعية تكلفت بالإنترنت واللوازم المتابعة عن بعد.